السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصص حقيقية لأبرز 5 مجموعات سرية ارتبطت ارتباطا وثيقا بنظريات المؤامرة، منهم الماسونية وفرسان الهيكل. حقيقة 5 مجموعات سرية قيلت عنها الكثير من الأساطير، فرسان الهيكل والماسونية والمتنورون وغيرهم، جماعات لطالما ألهبت مخيلة الكتاب وتناولتها الأفلام السينمائية وكانت مادة دسمة لعاشقي نظريات المؤامرة. وما بين الواقع والأساطير بتنا لا نفرق بين حقيقة هذه الجماعات والشائعات التي تنسج عنها. فهل هذه المجموعات مسؤولة حقا عن أحداث تاريخية مهمة مثل اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي والثورة الفرنسية؟ وهل فعلا تنتمي شخصيات مهمة إلى هذه المجموعات مثل أنجيلا ميركل وجورج بوش وتشرشل وجورج واشنطن؟ كل هذا سنعرفه خلال هذا الفيديو من خلال قصص حقيقية لأبرز 5 مجموعات سرية ارتبطت ارتباطا وثيقا بنظريات المؤامرة، فابقوا معنا لآخر الفيديو. جماعة فرسان الهيكل. كان فرسان الهيكل من المحاربين المكرسين لحماية الحجاج المسيحيين في رحلتهم إلى الأراضي المقدسة خلال الحروب الصليبية. تأسست هذه الجماعة العسكرية في العام 1118 تقريبا، عندما أنشأ هيوغوس ديبانز وهو فارس فرنسي جماعة الجنود الفقراء من أتباع المسيح وهيكل سليمان، أو ما يعرف اختصارا بجماعة فرسان الهيكل. وفي مقرها بجبل الهيكل في القدس تعهد الأعضاء بعيش حياة من العفة والطهارة والفقر والامتناع عن لعب القمار وشرب الكحول حسب الرواية الغربية. إلى جانب براعتهم العسكرية اشتهروا أيضا بأنهم من أكثر القوى ثراء ونفوذا في أوروبا، خاصة بعد إنشاء بنك يسمح للحجاج بإيداع أموالهم في بلدانهم الأصلية وسحبها في الأراضي المقدسة. في عام 1139 بلغ نفوذ هذه الجماعة مستوى غير مسبوق حين أصدر البابا إنوسينت الثاني مرسوما بابويا يعفيهم من دفع الضرائب، معلنا أن السلطة الوحيدة التي يجب عليهم الانصياع لها هي سلطة البابا نفسه. وفي ذروة قوتهم كجماعة امتلك فرسان الهيكل جزيرة قبرص وأسطولا بحريا، كما أقرضوا الأموال للعديد من الملوك. عندما انتهت الحروب الصليبية بعد تحرير عكا من الصليبيين، انسحب فرسان الهيكل إلى باريس، حيث جعلوا كل تركيزهم على أعمالهم المصرفية. وفي العام 1307 رفض فرسان الهيكل إقراض ملك فرنسا فيليب الرابع المزيد من الأموال، سيما أنه لم يسدد قروضه القديمة. فقام الملك بإلقاء القبض على مجموعة من الفرسان وتعذيبهم إلى أن اعترفوا تحت التعذيب اعترافات تدين الجماعة بالفسوق. وفي العام 1309 شهدت مدينة باريس إحراق العشرات من أفراد جماعة فرسان الهيكل على المحرقة بسبب جرائمهم. وتحت ضغط من ملك فرنسا قام البابا كليمنت الخامس بحل الجماعة رسميا في العام 1312 وإعادة توزيع ثرواتها. إثر ذلك بدأت الشائعات تنتشر حول فرسان الهيكل، وما لبثت تلك الشائعات أن تحولت إلى نظريات مؤامرة. وإلى يومنا هذا لا تزال الكتب والأفلام السينمائية الشائعة تتناول العديد من تلك الشائعات التي حيكت وقيلت حول فرسان الهيكل. الماسونيون أو البناؤون الأحرار. يعد التاريخ الأمريكي مليئا بقصص الماسونية. ففي العام 1784 وقع 13 رجلا من أصل 39 على دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا جميعهم من الماسونيين. كما اعتبر الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الحديثة مثل جورج واشنطن وجيمس مونرو وبنجامين فرانكلين وجون هانكوك وبول ريفير أنفسهم جميعا أعضاء في الجماعة الأخوية أو جماعة الماسونية. لكن السؤال، من هم الماسونيون؟
بحسب موقع قناة هيستوريا الأمريكية، فإن جذور الماسونيين تعود إلى العصور الوسطى في أوروبا، في وقت قسم فيه غالبية الحرفيين إلى نقابات محلية. في تلك الفترة اضطر بناتو الكاتدرائية نظرا لطبيعة مهنتهم إلى السفر من مدينة إلى أخرى، وتعرفوا على بعضهم البعض من خلال علامات تجارتهم مثل البوصلة والمربع الموجود الآن في رمز الماسونية. لكن الماسونية كما نعرفها اليوم تأسست عام 1717 حين اندمجت 4 محافل في لندن لتشكيل أول محفل كبير رئيسي بإنجلترا. ثم بعد ذلك انتشرت الماسونية بسرعة في جميع أنحاء أوروبا، وواصلت انتشارها حتى وصلت إلى المستعمرات الأمريكية. معتقدات الماسونية: يقول الماسونيون إن منظمتهم لا تمثل ديانة بعينها، ويؤكدون أن المنظمة تشجع الأعضاء على الإيمان بالكائن الأسمى أو المهندس المعماري الكبير للكون. وتسببت المعابد الماسونية والطقوس السرية بصراعات كبرى بين الماسونية وبين الكنيسة الكاثوليكية، كما أن الكنيسة أدانت الماسونيين للمرة الأولى في العام 1738 وأصدرت حوالي 20 مرسوما ضدهم. يتواجد الماسونيون اليوم ويحرصون على أن ترتبط صورتهم العامة إلى حد كبير بالعمل الخيري البارز لجماعة أصحاب الأضرحة، وهي مجموعة مشتقة من الماسونيين تعرف أيضا باسم الرتبة العربية القديمة لنبلاء المزار الصوفي. تحاط شعائر التحول للماسونية بالكثير من السرية، لكنها راودت الخيال العام في السينما والتلفزيون، وعرضت بشكل ساخر في إحدى حلقات مسلسل عائلة سيمبسون. وتتاح عضوية المحفل الماسوني لجميع الذكور الذين تجاوزوا سن 21 سنة، في حين يمكن للنساء الانضمام لمجموعة مرتبطة بالجماعة الرئيسية تعرف باسم منظمة النجمة الشرقية. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يجب على الأعضاء الناشئين أن يطلبوا الانضمام للجماعة، ولا يمكن استمالتهم للانضمام بأي طريقة أخرى. الرمز الأكثر شهرة للماسونيين هو المربع والبوصلة، وفيه تلتقي زاوية مربع البناء مع البوصلة، وهي أداة مركزية في الهندسة. لطالما كان القول بأن العين التي ترى كل شيء هي رمز الماسونية محل النقاش الجدلي. فقبل فترة طويلة من ظهور الماسونية استخدم المصريون عين حورس، كما يتكرر ظهور العين التي ترى كل شيء في فن عصر النهضة بوصفه رمزا للمسيحية والعناية الإلهية. ووفقا للنصب التذكاري الماسوني القومي لجورج واشنطن، فإن العين التي ترى كل شيء ما هي إلا رمز ماسوني للعناية اليقظة للمهندس الأعلى، والتي بدأت تظهر في الأدب الماسوني المطبوع خلال منتصف القرن 18. تأسست جماعة المستنيرين بواسطة البروفيسور آدم ويستهاوت داخل مملكة بافاريا الألمانية في عام 1776، وسعى ويستهاوت ساخطا على سلطة الكنيسة الكاثوليكية المحافظة والملكية البافارية إلى تنحية الدين المنظم جانبا لصالح شكل جديد من التنوير عبر العقل. استند ويسهاوت أيضا إلى أفكار ظهرت عن طريق جماعة اليسوعيين وجماعة أسرار حكماء الإغريق السبعة والكابالا والماسونية، كما أنه استخدم أعضاء من الجماعة الماسونية بكثافة. جرت كل اتصالات الجماعة بشكل مشفر، ومنح الأعضاء أسماء مستعارة كلاسيكية قديمة. فعلى سبيل المثال كان لقب ويسهاوت هو سبارتاكوس. ازدهرت المنظمة قبل القضاء عليها من قبل كارل تيودور ناخب بافاريا، والذي أصدر مرسوما يجعل الانتماء لجماعة المستنيرين جريمة يعاقب عليها بالإعدام في العام 1787. لكن القضاء على جماعة المستنيرين البافاريين لم يهدئ من الأحاديث والإشاعات حول أنشطتهم السرية، وربط أصحاب نظريات المؤامرة بين ظهور الجماعة وبين كل شيء يحدث حولهم، بدءا من الثورة الفرنسية وصولا إلى اغتيال جون كينيدي. جماعة الجمجمة والعظام:
جماعة الجمجمة والعظام هي جمعية سرية تأسست في جامعة ييل بمقاطعة نيو هيفن في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1832، واستوحى مؤسس الجماعة فكرتها من طائفة غامضة قام بزيارتها في ألمانيا. كيف يمكن الانضمام إلى هذه الجماعة؟ كل سنة يستدرج 15 من طلاب العام الأخير بجامعة ييل للانضمام إلى جماعة الجمجمة والعظام. صحيح أن أسماء كل الأعضاء الجدد تنشر في أحد المواقع، لكن ما يحدث خلف الأبواب المغلقة للمقبرة يخلو من النوافذ، ويلتقي فيه أعضاء الجماعة مرتين أسبوعيا. يبقى طي الكتمان لأن أعضاء الأخوية أقسموا على السرية. ومن بين مشاهير جماعة الجمجمة والعظام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب، وابنه الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وهنري لويس مؤسس مجلة الطيم ووزير الخارجية والمرشح الأسبق للرئاسة جون كينيدي وأعضاء بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وزعم كتاب الفضائح المؤسسة السرية لأمريكا المثير للجدل من تأليف عالم الاقتصاد أنتوني ساتو في العام 1986 أن جماعة الجمجمة والعظام كانت في طريقها لخلق نظام عالمي جديد، مما ساعد على انتشار عدد لا حصر له من نظريات المؤامرة حول هذه المجموعة. مجموعة بيلدربيرغ. عقد اجتماع بيلدربيرغ الأول في العام 1954 في فندق بيلدربيرغ بهولندا، ومنه حصلت المنظمة على اسمها. كان اللقاء الذي عقده الأمير بنهارد أمير هولندا بمثابة تجمع لسياسيين أقوياء من أمريكا الشمالية وأوروبا بهدف تعزيز علاقات أكثر وداً بين القارتين وسط مخاوف من تزايد معاداة أمريكا في أوروبا. وبالرغم من أن هذه الجماعة ليست جماعة سرية على غرار جماعة المستنيرين أو الجماعة الماسونية، إلا أن استخدام الجماعة لقاعدة تحضر على أعضائها البارزين مثل بيل كلينتون ومارغريت تاتشر وأنجيلا ميركل وتوني بلير وهنري كيسنجر، مشاركة ما يحدث في الاجتماعات هي ما تضفي على المجموعة جوا من الغموض، إذ يمنع الصحفيون من نشر أي تقارير عنها ولا تحرر محاضر الاجتماعات. حسب ما ورد في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أثارت درجة السرية المحيطة باجتماعات بيلدربيرغ الكثير من الشائعات، بما في ذلك نظريات غير مثبتة بأن حضور اجتماعات بيلدربيرغ هم الأدرع الحقيقية وراء تأسيس الاتحاد الأوروبي وغزو العراق وقصف صربيا. ولطالما صور مروج نظريات المؤامرة المجموعة باعتبارها تتآمر لخلق نظام عالمي جديد، في حين يؤكد الموقع الرسمي للمجموعة على أنه لا يتم استغلال مناصب المشاركين في الاجتماعات بأي طريقة، وأنهم يحضرون بصفتهم أفراداً وليس بصفاتهم الرسمية. ولطالما تسبب ما يحدث وراء الأبواب المغلقة لهذه المجتمعات السرية في إثارة الجدالات لعدة قرون ونظريات المؤامرة. كل هذه الأقاويل والأساطير قد تكون حقيقية أو قد تكون مجرد شائعات، والأمر الوحيد المؤكد والواضح هو أن هذه المجموعات لا تزال تثير خيال وفضول العامة بسبب سريتها. إذا أتمنت الفيديو لا تنسى دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل بالجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.